ابدي وبعدين لو صار مثلا مشكله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم جد سنشرح درس العبارات الجبريه. احسب قيمه كل العبارات مما يلي: اذا كان ها يساوي 8 والف يساوي 3 5 ودال يساوي 2. السؤال الاول: الف زائد 7 كيف نحسبها؟ 3 زائد 7 يساوي 10. السؤال الثاني: هاء ناقص باء، الهاء تساوي 8 والباء تساوي 5. 8 ناقص 5 يساوي كم؟ يساوي 3. السؤال الثالث: باء ناقص ألف، الباء تساوي 5 والألف تساوي 3. إذا 5 ناقص 3 كم يساوي؟ 8 يساوي 2. 10 ناقص هاء، العشرة ناقص هاء، هاء يساوي 8 كم يساوي؟ 2. سؤال 5: دال زائد 9، إذا كان الدال يساوي 2، إذا 2 زائد 9 كم يساوي؟ يساوي 11. إذا تجاوبوا 11. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم عن المستوى الإحداثي. 3.5 نتجه 3 خطوات إلى اليمين، ثم نرتفع 5 خطوات إلى الأعلى. سالب 4.2 نتجه 4 خطوات إلى اليسار، ثم نتجه خطوتين إلى الأعلى. سمي النقطة، أي سميها أي اسم، ألف أو باء، النقطة اللي حددتها. ألف. خلاص خلاص. ثلاثة زائد ستة كم؟ 39. 39 زائد من هو يبغى يجاوب على السؤال؟ 44 زائد 39 كم جاوب؟ 44 زائد 39 أعرف جاوبك. 44 زائد 39 ثلاثة وثمانين.
دول الثلاثة اللي فهمها والبقية سولف ما شاء الله. كم؟ 40. الحين جت عندي مسألة زي هذي. بس يصير وش هذا وش نسوي فيها من هي عرف؟ نزلها. نزلها كذا يعني؟ الأكبر. هو الأكبر. شو حين كمل؟ كمل. سالب ثلاثة وسالب سبعة. العدد الأكبر يصير سالب ثلاثة لأن اثنينهم سالبين. يصير العدد الأصغر هو وين يكون؟ الأكبر إذا كانوا اثنينهم سالب. سؤال الثاني. سالب 21 وسالب 12. هذه نفس الطريقة حق السؤال الأول. يكون العدد الأصغر هو
أكبر. فتحة خلي الاتجاه وين؟ سالب 12 يصير الجواب. ممتاز. السؤال الثالث سالب 15 وسالب 33. هذه نفس السؤال 1 و2 يصير الجواب الأصغر هو الأكبر. ممتاز. سالب 15 الجواب يصير سالب 15. والسؤال الرابع موجب 17 مو سالب، موجب 17 وهي سالب 20 يصير الجواب 17 موجب 17. دائما وش يكون اذا كانت مقارنة بين موجب والسالب وش يكون؟ يكون العدد الموجب اكبر من السالب دائما في كل وين؟ كل الاعداد. كل الاعداد. سؤال خمسة 4 وهي سالب 4. هذا نفس السؤال هذا الرابع يصير موجب 4 أكبر من سالب 4. أيضا سؤال 6 وأيضا سؤال 6 نفس سؤال 4 و5. سالب 12 موجب 8 يصير العدد الموجب أعلى من العدد السالب. إذا 8 أكبر يعني 8 أكبر من سالب 12. زين أحمد، إذا كانت المقارنة بين الصفر والسالب وين الأكبر يكون؟ بين الصفر والسالب يكون الصفر. الصفر هو وين؟ أكبر من السالب. الأكبر. وإذا كان بين الصفر والموجب؟ يكون الموجب أكبر. ممتاز. يلا أعطينا القسم الثاني من الدرس. رتب الأعداد التالية تصاعديا. يقصد أن التصاعد يعني من الأنزل إلى الأكبر. هنا الحين نسوي خط نقطة الصفر. نشوف الأعداد السالبة والموجب. وين الأعداد السالبة أحمد؟ الأعداد السالبة هي هنا. على اليسار. صفر. كم عدد سالب؟ العدد السالب هم عددين. سالب 4. وسالب 5. أحمد القريب من الصفر سالب 4 وسالب 5. سالب 4. سالب 4 قسمه. سالب 4 وسالب 5. وهنا الموجب عددين 3 أعداد. موجب 1 موجب 2 موجب 9. الآن أحمد سؤال، الآن طبعاً مو مرتبين، لا تصاعدي أول وين؟ تنازلي. تحط خط كذا بعدين هنا يصير. وش يكون بهذا الشكل؟ يكون من الأصغر؟ من الأصغر إلى الأكبر. وش نسمي؟ تصاعد. تصاعدي، لو نبغى تنازلي وش نسوي؟ نحذف هذا، خلي كذا، يصير كذا من ممتاز، رجع زي ما كان الآن. خليه من السالب 5 إلى وين؟ سالب موجب 9. والسلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله. السلام عليكم. اليوم عندنا درس قسمة الأعداد الصحيحة. السؤال الأول 32 قسمة 8 سالب 8. وش العدد اللي إذا ضربناه 8 يعطينا 32؟ يساوي سالب 4. السؤال الثاني سالب 16 قسمة موجب 2 يساوي سالب 8 3. وش ضربنا 7 يعطينا 42 يساوي سالب 6. سالب 4 سالب 30 قسمة سالب 5 يساوي الموجب 6. سالب 5 55 قسمة 11 يساوي الموجب 5. سالب 6 سالب 16 قسمة سالب 4 يساوي الموجب 4. سالب 7 15 قسمة سالب صار يساوي سالب 5 يساوي سالب 3 سالب 8
شخصين صار في دوام بينهم ما بينهم أي علامة يعني طار صارت صار خمسة أما سين موجة ثمانية صار خمسة دغروا منهم في بعض يعطيني أربعين ساون موجود 40 معادلات الجمع والطرح خصائص المواساة خاصين الطرف التعبير الوقت إذا طرحت العدد نفسه من كل طرف المعادلات يبقى طرف المعادلة متساويان الرموز إذا كانت ألف تساوي باء فإن ألف ناقص جيم تساوي سين باء يساوي ألف الأمثلة أعداد 6 يساوي 6 يساوي 2 6 يساوي 2 يساوي 2 4 يساوي 4 جبري سين زائد 2 يساوي 6 يساوي 2 يساوي 2 يساوي 2 يساوي 4 خصائص المواساة خاصية الجمع التعبير المنطقي إذا أضفت العدد نفسه إلى طرف العدلات فإن طرفين يبقيان متساويان رموز إذا كانت ألف تساوي باء فإن ألف زائد جيم تساوي باء زائد جيم الأمثلة أعداد لا أعداد خمسة يساوي خمسة زائد ثلاثة يساوي أربعة يساوي ثلاثة زائد ثمانية يساوي ثمانية جبري سين ناقص اثنين ناقص اثنين يساوي أربعة زائد اثنين يساوي أربعة يساوي زائد اثنين سين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا درس مقارنة الأعداد الصحيحة. عندنا أربعة سالب وسالب ستة الأكبر صغير الأربعة سالب. عندنا سالب كم صفر وسالب عشرة الأكبر الصفر. عندنا هني موجب خمسة هني سالب واحد الأكبر موجب الخمسة. عندنا هني موجب ثمانية وسالب اثنين يصير الأكبر موجب ثمانية. عندنا هني سالب ثمانية وسالب أربعة الأكبر سالب أربعة. عندنا سالب عشرة وسالب ثلاثة الأكبر سالب العشرة. عندنا 19 يصير موجب وخمسة موجب.